الفوز كنا نستناو فيه بعد 6 جولات من العناء، درنا كاع اللي علينا باش نربحوا في 6 جولات لا غالب. اليوم وين نقولوا الفوز هذا يحررنا شويه الباقي المشوار صرا في البطوله، وان شاء الله نزيدوا هذا الفوز يحررنا ان شاء الله باذن الله يا ربي ان شاء الله، وين نزيدوا نتعاونوا اكثر واكثر باش نكملوا الشامبيون الاز ان شاء الله. الحمد لله نظن هذا هو الفوز، هذا هو الفوز اللي كان خاصنا بعد الوضعيه اللي مرت علينا ما كانتش مليحه. نظن خلاص فريق امل بوسعاده راح يقلع ان شاء الله، ان شاء الله هذا هو الفوز اللي راح يخلينا يخلينا يفتح لنا باب كما يقولوا للمقابلات الجايه ان شاء الله اللي راح نقدموا فيها ان شاء الله ونكونوا الافضل ان شاء الله.